اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مساء الفل. مساء الفل. احنا بقى لنا ساعه بنتكلم عربي. مساء الاسلام. مساء الاسلام. طبعا سعداء جدا جدا بوجود ميشيل يانكم معانا النهارده. هذا الرجل محب كبير جدا جدا للنادي الاهلي، وكل جمهور النادي الاهلي يحب هذا الرجل لانه بيحب بمنتهى البساطه بيحب النادي الاهلي وجمهوره. سعداء جدا بوجودك معانا النهارده. يا ثانك يو سو ماتش. شكرا جزيلا لكم. انا سعيد جدا لتواجدي معكم. It's a fantastic moment now. هذه لحظة رائعة. أنا أتواجد في قناة الأهلي. I enjoy to be here. أنا أقابل جماهير النادي الأهلي. أنا مستمتع جدا لأكون هنا. مشوار طويل. هل كنت تتوقع هذا المشوار؟ The journey? Yes, of course. نعم بالطبع. I respect a lot. أنا توقعت هذا النجاح. توقعته جدا.